يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غربي البلاد على فترات متقطعة أيضا. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ من القاهرة العظمى 22، الصغرى 11، الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، مطروح 22 الصغرى 10، بورسعيد 22 12، الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 10. نتحول إلى محافظة السويس، العظمى فيها تكون 23، أما الصغرى 12، العريش 22 11، طابة 21 13، شرم الشيخ العظمى 24 الصغرى 14، والغردقة العظمى 23 والصغرى 13. نتحول إلى محافظة الأقصر، درجة الحرارة العظمى فيها تكون 26 والصغرى 8، أسوان 26 9، أما الوادي الجديد 24 7، شلاتين 26 13، أما حلايب ف 23 14. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.